نشوف مع بعض ردود افعال جمهور السوشيال ميديا على نبوشه في الفتره الاخيره، وهنبتدي مع ربيع العلق وقال اداء الزمالك في ماتش المقاولين والاتحاد اتحسن عن الماتشات اللي قبلهم، محتاجين نصبر بس على نبوشه وواثقين ان هو هيرجعنا نكسب تاني. كمان محمد فاروق قال طريقه لعب نبوشه مالها قلبت على باتشيكو كده، ليه زمالك 2014 يعود من جديد ولا ايه؟ حمزه خالد كتب وبعدين معاك يا عم نبوشه، حيرت قلبي معاك، مش عارف انت حلو ولا انت وحش ولا حكايتك ايه بالظبط، شويه اداء حلو ونتائج سيئه وشويه اداء سيء ونتائج كويسه. كمان طارق علق وقال خسرنا نقط كتير من اول الموسم برغم اننا كنا بنعمل اداء كويس معظم الماتشات بس كنا بنخسر، نبوشه دلوقتي بيفكر صح ان هو يعوض النقط اللي ضاعت بغض النظر عن الاداء. وندى فوزي قالت نبوشه مدرب كويس مفيش خلاف على كده، لكن تغييراته في الغالب بتكون غلط ومش مفهومه الصراحه. وكمان حماده قال في ماتش المقاولين الزمالك كسب 1-0 والمقاولين بيلعب ب 10 لعيبه بس، يوم نبوشه بدل ما يهاجم ويخلص لا يخرج اوباما وينزل توفيق ويدافع، مش عارف نبوشه كان بيفكر ازاي وهو بيدافع قدام فريق ناقص لعيب. واخيرا مهدي سعيد كتب كل ماتش بتشكيل ولعيبه جديده وطريقه لعب جديده، حد يقول لنبوشه ان اهم اسس نجاح في اي فريق كوره على كوكب الارض هو ثبات التشكيل.